الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي الشيخ خالد بن تونس الأكرم، المشايخ والعلماء والمفكرين والباحثين الأجلاء، الإخوة والأخوات الأفاضل، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. إنني وإخواني من أهل ذكر الله من طرق التصوف، وبخاصة أهل نسبة الطريقة العلوية الدرقاوية الشاذلية في المملكة الأردنية الهاشمية، أرض الحشد والرباط، وعلى مستوى ملكاً وحكومةً وشعباً، يقدمون باقة ورد فواح شذاها وشوق كله محبة إلى إخوانهم في الجزائر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً، لأتاحت الفرصة لنا لحضور هذا الملتقى العالمي الطيب والمشاركة فيه، وذلك بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الطريقة العلوية، رحمة الله على مؤسسها الغوث والولي الكبير سيدي الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي، رضي الله عنه وأرضاه. وأخص بالذكر الجزيل الوارث لإرثه سيدي ولكل من اشترك بتنظيم هذا المنطقة والممولين أيضاً على حسن الوفادة والاستقبال وكرم الضيافة الأصيل، حيث دأبوا أياماً طويلة ومضنية لإعداد وإنجاح هذا الملتقى الذي يجمع مشايخاً وعلماء ومفكرين من كافة بقاع الأرض وعلى اختلاف دياناتهم وأعراقهم ولغاتهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأكثر الله من أمثالهم وجعلهم منارة لكل مهتدي. إن مداخلتي وهي التصوف في الدول الإسلامية، الأردن كنموذج تتضمن 6 بنود مع التوصية. إن الحديث شجن وطويل والبحث فيه أكثر وأكثر، ولكن لا بد من الاختصار قدر الاستطاعة. أولاً، أهل الصفة والمسلمون في صدر الإسلام الأول، لا بد أن نتعرف على التصوف من مبدئه إلى آخره. يعتبر التصوف هو ركن الإحسان، وهو الركن الثالث من أركان الدين، وهو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا يعطيك صورة واضحة لا غبار عليها بأنه ركن المراقبة من العبد لله تعالى في كل حركة وسكنة. وإن حقيقة التصوف تمتد جذورها إلى القدم، فيرجع متخطياً فجر الإسلام إلى ما كان يقوم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خلوته الروحية في غار حراء قبل نزول الوحي عليه، وبهذا يصبح عليه الصلاة والسلام ممثلاً لكل ما تبقى من صوفية أجداده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وبقي على حالته تلك حتى نزل عليه الوحي وكان يبلغ من العمر آنذاك 40 عاماً. لقد سار أهل الصفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، وكان جلهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وكثيراً ما كان يجلس عليه الصلاة والسلام معهم. يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، سورة الكاف. فعندها أعلن عليه الصلاة والسلام قائلا ومفتخرا: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم، رواه أبو داود في سننه. لذا فإن في هذه الآية دعوة لها خاصية في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن لهم السبق في مركب الخير والفلاح حتى يكونوا منارة الهرم العلوية للولاية وأهلها على اختلاف مراتبهم وأحوالهم. ومن باب المحافظة على هذا الإرث النبوي من الضياع، كان أول من تكلم به على رؤوس الأشاد سيدنا الحسن البصري رضيع زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها، وذلك في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه،
وكان وقتها لا يتجاوز 12 من عمره، ويعتبر رضي الله عنه وأرضاه من كبار أئمة التصوف في الإسلام، ومن الممدين لعلم الشريعة وعلم الحقيقة في آن واحد. ثانياً، حقيقة التصوف. يعتبر التصوف ثمرة سلوك وعمل، وليس ثمرة ثقافة كسبية. لقد نهض رجال التصوف الإسلامي برسالتهم مستهدفين القلب والروح والوجدان والسلوك الإنساني في طريقه إلى الله لتوطيد التوحيد ودعوة الناس إلى التصوف، ولتكون المثاليات العليا معراجاً ربانياً ومنهاجاً إنسانياً بين المؤمن القوي الصالح للبقاء وللحياة ولخلافة الأرض التي أوجده الله عليها. فكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة، حفظ علماء التصوف آدابها وروحها لتسمو بصاحبها إلى أعلى منازل الترقي والقرب، مما دعاهم إلى أن يستنبطوا آداباً وأذواقاً يستشعر الإنسان بذاته القريبة من الخالق سبحانه وتعالى، وتكون منهجاً للمريدين والعابدين. إن الصوفي لا يكون صوفياً بالقراءة أو الدراسة والبحث، حتى ولو كانت هذه القراءة والدراسة في الكتب الصوفية نفسها وفي المجال الصوفي خاصة. لقد درس الإمام أبو حامد محمد الغزالي رضي الله عنه كتب الصوفية المحققين بتأمل، ومنها ما روي عن الجنيد كلم يجعله صوفيا. إن ابن سينا رضي الله عنه درس التصوف في كتبه الأصلية، وخالط الصوفية وتحدث إليهم، وكتب في التصوف فصولا، ولم يصبح بذلك صوفيا، ولم تجعله دراسته للتصوف وكتابته عنه في عداد المتصوفة. لقد سار بعض المستشرقين في البحث عن المصادر والبيئة والتأثر في مجال التصوف، لأنهم اعتبروه ثمرة ثقافة كسبية، وهذا تصرف خاطئ. لقد فعل المستشرق بيوكلسن، فأعلن إفلاطنية التصوف الإسلامي ثم أعلن إسلاميته في جوهره. إذن فالتصوف ليس ثمرة لثقافة كسبية، إنما الوسيلة إليه هو الحل، والطريق إليه إنما هو السلوك، والمعرفة الناشئة عن العمل والسلوك هي إلهام، وهي كشف، وهي من الملأ الأعلى، انعكس على مرآة البصيرة المخلوقة، فتذوقه الشخص حالا، وأحسن به ذوقا، وأدركه إلهاما وكشفا، فكان كله هبة من الله لعبده، وهذا فيه سر الخصوصية من الله لمن يشاء من عباده الصالحين. يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إن استمرارية وجود الأولياء في هذه الأمة هي من الأمور المسلم بها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبدال في هذه الأمة 30، مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، كلما مات رجل أبدله الله تعالى، أبدله الله تبارك وتعالى مكانه رجلا. رواه الإمام أحمد في مسنده. وأنا أقول قول سيدي الشيخ محمد بن الحبيب البزيدي رضي الله عنه وأرضاه: أنا ساقي الشراب والخمر خميرتي، أنا رافع الحجاب والحضر حضيرتي، كم من جاهل أتى ودخل طريقتي، صار من أهل المعلى ملوك العناية. ثالثاً، حقيقة الشيخ المربي. هذه نقطة يجب أن نتنبه لها، لأنها هي جوهر التصوف. ألف: لقد لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه جماعة وأفراداً، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه حاضر يصدقه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب، يعني من أهل الكتاب؟ فقلنا: لا يا رسول الله. فأمر بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا، فإن الله عز وجل قد غفر لكم. رواه الإمام أحمد في مسنده. باء: يرى الإمام الرازي رحمة الله عليه، يرى الإمام الرازي رحمة الله عليه ضرورة اتخاذ الشيخ، حيث يقول عن بعض صفات الشيخ المربي: من سلك الطريق وعرف مراحلها ومنازلها
واطلع على متاليفها ومعاطبها، أمكنه إرشاد غيره إلى سواء السبيل والإخبار عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل. جيم يقول الأستاذ رينينو جينو الفيلسوف الفرنسي المعروف: إذا لابد في التصوف من شرط جوهري وهو التأثير الروحي، أو بتعبير أدق البركة، السلسلة. وهل السلسلة إلا بركات تنتقل من شيخ إلى مريد، يوشك أن يصبح شيخاً فيؤثر بدوره في مريد أو مريدين، وهذا يعني بالبركة السر الذي ينتقل من الشيخ إلى المريد حينما تلتقي يد المريد بيد شيخه معاهداً إياه على الاستقامة. وأنا أقول قول سيدي الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة رضي الله عنه وأرضاه في ديوانه، يقول: تارة فيه نفنا وبذي المعنى كنا، تارة به نغنى عن جميع خلق الله، تارة يظهر عني يغيبني عن كوني، من أنا ومن أيني في تجلي ذات الله. رابعاً، الدراسات السابقة حول التصوف. ألف الحسن البصري رحمة الله عليه قال: من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا اجتنبها. باء الحجوري رحمة الله عليه، وهو أحد متصوفي القرن الحادي عشر الذي عاش في لاهور، نقلاً عن فوشنجي الذي عاش في القرن العاشر، أنه قال: التصوف اليوم اسم بلا مسمى، وكان من قبل مسمى بلا اسم. ويضيف الحجوري نفسه: في زمن الصحابة والتابعين لم يوجد هذا الاسم، ولكن حقيقته كانت ماثلة في كل الناس، أما الآن فالاسم موجود ولكن بلا حقيقة. جيم الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي إمام هذه الطريق رحمة الله عليه يقول: التصوف تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية، أي طرح النفس في العبودية والخروج من البشرية والنظر إلى الحق بالكلية، وإن شئت فقل هو استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. دال الشريف السني الحسني الشيخ محمد العرب الدرقاوي نزيل رحمة الله عليه، نزيل المملكة المغربية، يذكر في كتبه ورسائله: من غرق في شهود عظمة الذات الإلهية فلا يمكن إلا أن يكون معظما عندما كافة عباد الله سبحانه وتعالى، والذي لم يغرق في شهود عظمة الله فلا يعظمونه، إنما يعظمون من عظم الله. إن دواء النفوس إذا يدل ذكر كل شيء بذكر الله خلصت عبوديته، ومن خلصت عبوديته لله فهو ولي الله، ومن كذب فعليه لعنة الله، فلا تذكروا إلا الله ولا تكونوا إلا لله. ها الشريف السني الحسني الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة العلوي رضي الله عنه وأرضاه نزيل الجمهورية الجزائرية مدينة مستغانم يقول في كتبه ورسائله الكثير: التصوف هو أن يرقى المرء بروحه إلى ما فوق مستوى ذاته. إن العبودية الخالصة هي القمة التي ينتهي عندها السعي الروحي كله، وإن السكر الباطني والصحو الظاهري والذي بفضله يقوم العقل بوظيفته التحليلية بمنتهى الوضوح، وذلك على الرغم من عدم وجود شيء من قبيل الحاجز المطلق بينه وبين نشوة القلب. زين الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه قال في كتبه: إن القوم الذين بايعوا الله بصدق النيات وخالصها على كثرة المجاهدات وملازمة الطاعات والصبر على المكروهات، قال الله تعالى فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بادروا بركوب العزائم بالعزم، بادروا بركوب العزائم بالعزم، فهجروا المنام وتركوا الشراب والطعام وقاموا لله بالخدمة وخدموا بالخشوع والسهر والقيام والركوع والسجود والصيام، وتململوا في محاريبهم بين يدي محبوبهم لنيل مطلوبهم، حتى وصلوا إلى مقام القرب ومحل الأنس. الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه قال في كتابه المنقذ من الضلال: ومن أول الطريق تبدأ المكاشفات والمشاهدات، حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد. يا أخواني أنا أختصر، أنا قاعد أختصر، وإلا الوضعية بجوز بدها 3 ساعات.
خامساً، التصوف هو حقيقة الجهاد، يجب أن نعرف ما دور المتصوفين في الجهاد. إن الصراع الدائر في هذا الوجود وهذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين طاعنين في معتقدهم ووصفهم من مجون كثيرة بأسماء ومسميات شدة بقصد التشويه والنيل من هذا الدين ومن كرامة المسلمين، ولكن سيكون فيه النصر الحاسم لمن يملك قوة روحانية ربانية متمكنة في القلوب وأدبية ومعنوية التي تبعث فيه الثبات على المبدأ وعزيمة النضال وروح التفوق. لذا نشير من باب مقتضب ما هو بعض دور المتصوفة ورجالها في الحالة الجهادية. تعتبر قارة أفريقيا من الدول الرئيسة والمهمة في التصوف، فهي بحق تعتبر مهد التصوف والمتصوفين على مدار التاريخ الإسلامي. ولو تدبرنا نجد هنالك وقائع وأمثلة حية كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن يعيد الإنسان لكي يعيد الإنسان حسابه من جديد نريد في هذا المقام أن ننوه ببعض تلك الأمور باختصار. في أواخر القرن النصف في أواخر النصف الأول من القرن السابع الهجري، تجمعت جيوش جرارة من الصليبيين بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، تسانده كل دول الغرب للقضاء على الإسلام والعروبة في أرض الكنانة مصر، كما فعل أقرانهم في غزوة الخندق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التاريخ فيه الكثير من العبر المشابهة، وإن هذا هو أمر جلل فيه إما حياة أو استشهاد بشرف. لقد كانت دولة المماليك قائمة بمصر في ذلك الوقت، وكلهم من أهل التصوف والذكر. لقد دأب الظاهر بيبرس رحمة الله عليه لتأليب الجيوش وترتيب الأمور، وكان لا يغمض له جمث. ولقد هبت النجدات الإسلامية تتوافد من كل الجوانب على مصر لسد الغزاة عن أرض الإسلام والمسلمين ودحرهم والاستعانة بالله عليهم، فقام الغزاة باحتلال دمياط من أهل مصر، وأخذوا يحاولون التغلغل في البلاد بالاستيلاء عليها. كانت مصر تضم في أرجائها نخبة من العلماء العاملين والأولياء الصالحين الذين أخلصوا جهادهم لله وحده، كأمثال العز بن عبد السلام، مجد الدين القشيري، محي الدين بن سراقة، مجد الدين الإخميني، وأبو الحسن الشاذلي، وغيرهم من خيرة العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. فلقد هبوا جميعهم والتحقوا بالمجاهدين في المنصورة بوابة مصر، وكانوا يحفزون الهمم ويثيرون روح الجهاد في نفوس الجند ويشحذون من عزيمتهم، وكما كان يفعل المسلمون في حروبهم في صد الإسلام الأول، وكانوا من الليل يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بصلاتهم وقيامهم الليل طالبين منه النصر الذي وعده الله للمسلمين. وإضافة إلى ذلك فقد كانوا يتدارسون كتاب الله. ها هم أولئك العلماء الصوفية يسيرون بين الجند يحثون ويشجعون ويرشدون ويذكرون الله ويذكرون الله ويبشرون كما وعد الله بإحدى الحسنين، النصر أو الجنة. ونصر الله المسلمين نصراً مؤزراً، وأسر الملك لويس وأسر الكثيرين من قواده، وأشاد الشعراء بهذا النصر الرباني الكبير. باء، تعتبر المملكة المغربية وجمهورية مالي من الدول الرئيسية في نشر الدعوة الإسلامية والتصوف في آن واحد، وهذا ما يميزهما عن غيرهما من الدول. الدكتور محمد محمود السرياني يذكر في كتابه الوجيز في جغرافية العالم الإسلامي نقتبس منه: أخذ الإسلام ينتشر في جمهورية مالي عبر الصحراء بعد القرن الرابع الهجري، وهو الذي نظم حياة القبائل بهداية عقيدة وأحكام شريعته، وهكذا استطاعت هذه القبائل إقامة دولة قوية البنيان وطيدة الأركان، امتدت نفوذها من نهر السنغال غرباً وحتى وادي النيل شرقاً. وخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، فلقد أقام العديد من الدعاة المرابطين وهم من المتصوفة مماليكا صغيرة في بعض أرجاء مملكة مالي ومملكة الصنغاي بعد اضمحلالها، ومن هؤلاء الشيخ أحمد شيكو أفادو الذي أقام دولة ماسينا في حوض النيجر، وكذلك الحاج عمر الذي كون دولة امتدت من فوتا جالون إلى تمبكتو، وكانت دولة الحاج عمر آخر الدول الكبرى في السودان الغربي الذي أسسها المرابطون، وهي التي واجهت الزحف الاستعماري الفرنسي على البلاد. وهكذا عبر الإسلام ومعه العربية إلى مالي، وفي مدن هذه الدولة ازدهرت المساجد والمدارس، ومنها انطلق الدعاة يجتازون الغابات الاستوائية إلى قلب إفريقيا. انتهى الاقتباس.
لقد قام العالم الصوف الجليل. الوقت ايضا اسمح لي شوي بس كاتبة. حقيقة التصوف في المملكة الأردنية الهاشمية. تقع المملكة الأردنية الهاشمية في قارة آسيا، وهي بلد إسلامي عريق ذا تاريخ إسلامي يمتد إلى فجر الإسلام الأول، وتعتبر أرض الحشد والرباط. ولقد افتتح هذه البلاد القائد الإسلامي يزيد بن أبي سفيان في عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رحمة الله عليه. لقد حصلت على أرض الأردن عدة معارك إسلامية وفاصلة، ومنها على سبيل المثال معركة مؤتة، معركة إجنادين، معركة طبقة فحل. لقد حصلت معركة مؤتة في سنة 8 للهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المسلمين 3000، بينما كان عدد الروم والعرب المستعربة ما يقارب من 100,000، والتي استشهد فيها قادتها الثلاثة، وهم الأجلاء، الصحابة الأجلاء زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن أبي رواحة. ولا تزال وهنالك يعني أضرحتهم هي شاهدة عليهم في مؤتة، في مدينة مؤتة في جنوب البلاد. لقد أكرم الله الأردن بأن احتضن على أرضه قبوة في الجهة الجنوبية من الأردن، وقد أنشئ في ذلك الموقع جامعة متكاملة وسميت باسم تلك المعركة، وهي جامعة مؤتة. وكذلك من قادة الفتح الإسلامي أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، وضرار بن الأزور، وعامر بن أبي وقاص، ومعاذ بن أبي جبل، وأضرحة ماثلة للعيان في الغير في الغور الشمالي والأوسط من الأردن، وأبو الدرداء، وهو من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضريحه ماثل للعيان في المنطقة الشمالية من الأردن في قرية سوم بمدينة إربد. أضف إلى ذلك قبور الأنبياء عليهم السلام، ومنهم النبي شعيب في المنطقة الوسطى، والنبي هود في المنطقة الشمالية. أريد أن أعرج ما هو التصوف في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يشرفني أن تكون الطريقة هنالك هي فرعا من هذه الطريقة في هذه البلاد الطيبة. إن طرق التصوف امتد جذورها منذ بزوغ فجر الإسلام الأول، ابتداء بأهل الصفة رضوان الله عليهم، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الطرق الصوفية في المملكة متنوعة وكثيرة، وأذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: العلوية، الدرقاوية، الشاذلية، الجيلانية، الرفاعية، البدوية، الدسوقية، النقشبندية وغيرها، وكلهم يجتمعون على ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله. من أراد أن يستعرض مراحل الطريقة العلوية، الدرقاوية، الشاذلية في فلسطين والأردن، والذي شرفني الله سبحانه وتعالى بأن أكون أحد أفرادها، فليرجع إلى موقع الخاص على شبكة الإنترنت وعنوانه الطريقة العلوية الدرقاوية الشاذلية، فهنالك يجد الكثير من الكتب والمؤلفات تسعى ناهيك عن الأمور التي تنشر في الصحف والمجلات. إن من قام بنشر هذه الطريقة الطيبة في المملكة الأردنية الهاشمية هو الشريف السني الحسني الشيخ مصطفى عبد السلام الفيلالي، وأصله من مقاطعة فيلالة في المغرب العربي. ولد الشيخ مصطفى عبد السلام الفيلالي رحمة الله من أبوين قريبين، وهما من ذرية مولاي القطب الغوث البركة العظمى مولاي وسيدي أبي الحسن سيدي علي الشريف رحمة الله عليه، وهو جد الأشراف العلويين الحسنيين في المملكة المغربية الشريفة. ونسبه يتصل بسيدنا الحسن الصبط، بن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب ومولاتنا، وسيدنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في قصر صوصو بالمملكة المغربية في منطقة تفاليت، وإليها ينسب الشيخ رحمة الله عليه. وفي سن 6 من عمره كانت بداية طلبه للعلم، وكانت بتلاوة وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم. ثم شدت العائلة الرحال لإداء فريضة الحج، وبعد مناسك إداء المناسك آثرت الإقامة بالمدينة المنورة بنور المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم توفي والده وتركه في حضانة أمه بين إخوته، ولما بلغ شده توجه إلى مصر وبلاد الشام، وطالت إقامته في بيت المقدس وتعلق بالطريقة العلوية لما بلغه الخبر عنها. ولقد اجتمع بحضرة الأستاذ العلوي في بيت المقدس وتتلمذ على يديه، ولم يتم مقصوده من الطريقة إلا بعد قدومه زائرا إلى مستغانم، فمكث أياما وانتفع بصحبة الشيخ العلوي رضي الله عنه وأرضاه أعظم نفع. ثم أذن الشيخ العلوي للشيخ مصطفى
رحمة الله عليهما بالتربية في بلاد فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وكناه بالقدس، وكان إذن وكذلك أذن للشيخ محمد الهاشم التلمساني رحمة الله عليه بالتربية في بلاد دمشق الشام، وذلك بإعطائهما الورد العام والورد الخاص لمريديهما وإدخالهما الخلوة منقطعين بعض الأيام لذكر الله تعالى. إن كل ما ورد في هاتين الفقرتين هو مقتبس من كتاب الروضة السنية في المآثر العلوية لسيدي الشيخ عدة بن تونس رحمة الله عليه. سيدي من فلك الانتهاء واجب. طيب. من فلك. لقد استطاع الشيخ رحمة الله عليه، لقد كان من طباع الشيخ رحمة الله عليه كراهيته للانغلاق الفقري أو التشنج أو التنطع أو تحميل الأمور ما لا تحتمل أو العناد لمجرد المعاندة، بل كان يختار الأيسر والممكن ما دام لا يخالف الدين وما دام الأمر يتعلق بالآخرين، ولكن بالنسبة لنفسه فقد كان يميل إلى عزائم الأمور ويستفيد من الرخص الشرعية، كل ذلك بتوازن. وكان أهم شيء ينظر إليه دائماً الغايات النهائية، وإن له من المناقب والكرامات وصفات الشيء الكثير التي يتعذر علينا أن نورد. أما زواياه فقد غصت بالذاكرين الله، ينهلون من العلوم المكتبية والموهوبة من الفيوضات الربانية على قلوب أوليائه وأصفيائه، وإن هنالك 13 زاوية تم فتحها في فلسطين والأردن، وأهم تلك الزوايا المتواجدة حالياً في الأردن وفلسطين هي الزاوية العلوية الدرقاوية الشاذلية في كفر يوبا إربد في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تغص بالذاكرين الله وكثيراً منهم من نفعه الله وأصبح من الأولياء العارفين بالله. وهنالك مجالس لهذه الطريقة المباركة يقيمها بعضاً من المريدين والأحباب في المملكة العربية السعودية وفي مكة تحديداً والجمهورية العراقية وفلسطين. وإنني أختتم بمداخلتي قبل أن أشكر بثلاثة أبيات من قصيدة قل للذي لامني لسيدي الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي قدس الله وأسره بأنواره. يقول: أنا صاحب الطريق وأنت مظهر للتحقيق، اشرب خمرتي تفيق والسر منك يفور، فوالله من دنا وذاق سر الفناء لباح بما بحنا قهرا وهو المعذور، فوالله لو قلنا إليهم ما علمنا قليل من صدقنا إلا الخواص أهل النور. وفي النهاية إنني وفي مسك الختام إنني أكرر شكري وتقديري لسيد الشيخ خالد بن تونس ورئيس الجلسة الذي منحنا وقتا كافيا جزاه الله، وجميع القائمين على هذا الملتقى الكبير جزاهم الله خير الجزاء وأكثر من أمثالهم، ونفعنا ببركاتهم، ويكتب الله لنا العودة إلى هذه البلاد مراراً وتكراراً إن شاء الله حتى نجدد العهود مع أسيادنا رضوان الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله. De la Jordanie, je vous adresse un grand salut au peuple algérien et tous les présents ici à ce colloque. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Mon intervention comporte ces points. Premièrement, l'origine du sophisme qui se place en troisième pilier de l'islam, comme il le dit le prophète, prie Dieu comme si tu le vois, si tu ne le vois pas, lui il te voit. La réalité du sophisme, c'est un cheminement pour se réaliser. Le sophie ne le soit pas tout en lisant. Le sophisme, ou bien un sophie ne peut pas être tout en lisant des livres ou des sciences, même s'il s'agit des sciences sophies. Ce n'est pas une culture de l'avoir, mais c'est un état d'être. Les saints est une particularité de cette communauté sophie. C'est qui le shir? Levez-vous. Quand le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il était avec ses compagnons, il a demandé est-ce qu'il y avait des étrangers parmi nous, en leur disant non. Il a répondu que levez vos mains et dites la ilaha illallah, soyez conscients que Dieu nous a pardonné. L'obligation d'avoir un maître qui a fait l'expérience, l'influence spirituelle, devient après l'expérience vécue. Les études sur le sophisme ont été énormes dans le domaine de l'islam, dans l'histoire de l'islam. Les sophies ont joué un rôle très important, pour présenter et préserver les fondements de l'islam et l'identité musulmane. Et l'histoire témoigne sur cela.
Enfin, je clôture avec, avec la vérité sur le soufisme en Jordanie. Il y a beaucoup et plusieurs de tombes de plusieurs compagnons, des prophètes qui sont enterrés dans la Jordanie. Et les voies soufis aussi sont nombreux. Pour plus d'informations, consultez notre site de la Tariqa Alawiya pour avoir plus d'informations. Enfin, je clôture mon intervention avec des vers de Ahmed Alawi. Que Dieu m'accorde une autre occasion pour revenir ici, pour tisser des liens de rattachement avec ce pays. Merci.